مشاهده راهي تشوف فينا مثلا عندها راس مال صغير حابه تخدم اونلاين في مجال التسويق، كيفاش تقدر تسوق للبرودوي تاعها واش من برودوي تقدر تبدا فيه؟ يقدر واحد يدخل يحل اون باج تاع فندر تاعو عندنا ويقدر يبيع لي برودوي تاعو تما، وزيد كون يكون يبيع بزاف نقدروا نديروا مام التسويق حنايا باسكو حنا عندنا ريتش تاعنا سبيسيال تاع ياسير، نوليو نطلعوا اسمه مع ياسير قال لا سمانه هذه حنديروا فونت بريفي من عند فلان اللي لي برودوي تاعو كامل راهو يبيع فيهم موان 20% ولا موان، تما نديروا له التسويق ويزيد يبيع خير. الطريقه سهله دوك هذا السيد واش نقولوا له سهله، كامل الناس عندها لي سمارت فون درك كامل عندهم فيسبوك، دونك قادر يفتح اون باج حتى وين هو ما يقدرش، كاين وسطاء يعني يفتحوا له اون باج سواء في الانستغرام ولا في الفيسبوك ويعرض المنتوجات تاعو، يعني الطريقه سهله. المواطن الجزائري يعني احنا الاحصائيات اللي درناهم يتعامل بهذه الطريقه بشكل كبير، يعني سهله، يعني قادر يكون عنده دخل من هذه الطريقه يعني.